بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة عن آية تتعلق باليهود وملابسات هذه الآية. وقبل الحديث أود أن ألفت النظر إلى أن القرآن تحدث كثيرا عن بني إسرائيل، وذكر فسادهم وفضح ألعيبهم، وما ذلك إلا أن هذا القرآن معجز، وأن الله تبارك وتعالى يعلم مشاكل اليهود مع المسلمين طيلة عهودهم، وخاصة في آخر الزمان حتى يأتي دور تصفيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتلون المسلمون يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، ويختبئ اليهودي وراء الصخرة أو الشجرة فتقول الصخرة أو الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا ورائي يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود لا ينطق. ونطق الجمادات في آخر الزمان إعجاز، يدل على أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه حق، وسيكون هذا. وقد حصلت نطق الجمادات عن طريق المزياع والهاتف وغيره، أما الشجر فالله القادر على أن ينطق الشجر والحجر. يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هنا نلفت النظر إلى قوله تعالى: حياة نكرة ومنونة، أي شيء قليل من الحياة، أي نوع من الحياة. ولو عاش اليهودي ذليلا فقيرا لا يملك شيء لا يريد أن يموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أشد حرصا من الذين أشركوا، من المشركين، مع أن المشركين لا يؤمنون بالبعث والحساب، واليهود يقولون أن هناك يوم آخر، ومع ذلك اليهود أكثر حرصا على الحياة ولا يريدون أن يموتوا أكثر من المشركين. وذلك لأنهم يعلمون أنهم على باطل، ويعلمون أنهم يتمسكون بأوهام وخرافات وأكاذيب، فلذلك يخافون من الموت ظنا منهم أن تأخير حياتهم ينجيهم من العذاب. والله سبحانه وتعالى يقول: يود أحدهم لو يعمر، أي يعيش 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب. حتى لو عاش 1000 سنة لن يتمكن أن يتخلص من العذاب، والله بصير بما يعملون. الإشارة بقوله تعالى بصير بما يعملون تشير إلى فساد اليهود في الأرض. أشارت آية أخرى لليهود بأن الأنبياء لعنتهم لفسادهم. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني في الزبور، وعيسى بن مريم، أي في الإنجيل، ذلك بما عصوا، أي عصوا أوامر الله، وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون على حرمات الله تبارك وتعالى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود أيها الإخوة أكثر البشرية عداوة للذين آمنوا، وهم يحاولون استعباد البشر والتسلط على البشرية، وقد اختاروا فلسطين من أجل أنها منفذ على القارات الثلاث: قارة آسيا في الشرق، قارة أوروبا في الشمال، قارة أفريقيا في الجنوب الغربي، من أجل أن يخططوا لحكم العالم من هذا المكان. وقد ساعدتهم على ذلك حكومات غربية، مع أن النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا ربهم، قتلوا عيسى
قتلوا ابن الله. ولكن ألاعيب اليهود وخبثهم طمس هذه الحقيقة بالنسبة لنظر النصارى، فتحكموا بحكومات الأمم النصرانية، بينما الشعوب لا زال فيها بعض الخير، لأن بعضهم أو كثير منهم يتمسكون بالنصرانية، إلا من تزحزح عن ذلك فأغرته اليهود بشهوات الدنيا المال والجنس. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لأنهم أتباع اليهود، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين أي علماء ورهبانا أي عباد، وأنهم لا يستكبرون. وهذه إشارة من القرآن الكريم لخبث اليهود وللطباع السليمة الباقية في فطر النصارى. ولهذا أيها الإخوة، نحن لا نعادي النصارى ولا نؤذيهم، بل لهم ما لنا في مجتمعاتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يعيشون معنا مواطنين لهم كافة الحقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ونحن نريد منهم، لا نكره أحد على أن يدخل في الإسلام أبدا، هذا كله وهم يثيره أعوان اليهود. نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نحن دعاة نبين الحق فقط، ونطلب من النصارى أن يتمسكوا بنصرانيتهم وأن يؤمنوا بدينهم إيمانا فعلي الذي يدعوهم إلى التسامح والحب والإخاء والمودة، فترعوي تلك الحكومات التي نشزت عن تعاليم المسيح وخضعت لتوجيهات يهودية صهيونية في العالم. عسى العالم أن يستريح من الحروب والمشاكل، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.